مندوبا عن جلالة الملك المفدى رعى سعادة السيد جميل بن علي محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية حفل تكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي في نسخته 31. نعم، 129 هو العدد الذي ضمته قائمة المكرمين من عمال وإداريين ورواد عمل ومنشآت، ممن أثبتوا جدارتهم وتميزهم في مجال العمل والإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية. عمال مجدون تفوقوا لتوجه بحقهم كلمة شكر على حسن صنيع ما فاضت به إمكانياتهم الإنتاجية، فعند تحديد ملامح جنس العمل يؤتى الجزاء الحسن لينقش على جدران مواقع عملهم المختلفة. قمنا باختيار مجموعة كبيرة من العمال والإداريين والشركات اللي استطاعت أن تقدم أعمال متميزة ترتقي بالوطن، ترتقي بالتنمية، تثبت بأن البحريني هو مكان اعتزاز وهو مكان ثقة في تبوؤ كل الوظائف وكل الأعمال. تم تكريم 11 منشأة يعني نالت تميز في البحرنة في التدريب والتأهيل، توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، بيئة عمل كانت مناسبة وفيها صحة وسلامة، كذلك ساهموا ويانا في تحسين الأجور في المشروع الجديد. مجموعة من رواد العمل اللي ابتدوا عصاميين وأصبحوا يعني قياديين لديهم مؤسسات ساعدت على توظيف العمالة الوطنية، كذلك في الإداريين المتميزين الذين ساعدوا أخوانهم في الترقي في التوظيف والتدريب والتأهيل، منحوهم شرف التكريم، وكذلك العمال المجدين. مكافأة سيقت بحوافزها المعنوية قبل المادية لتتربع بقوة داخل أبدان من اجتهدوا لتكون ذواتهم محل فخر وتباه أمام الجميع، تلاحقها الإشادات ويأتي المديح مهرولا عند الإتيان على ذكر أسمائها. طبعا هاي يعني نتاج أكثر من 25 سنة من العمل، وأكيد اليوم فرحتي لا توصف طبعا، لأن تأكدت أن الحمد لله المشوار اللي سويته يعني في تقدير لي. صحيح هذا، وخلي يحفزنا الى ان احنا نواصل اكثر، نجتهد اكثر زين، ويحفز الاخرين انهم يواصلون بنفس المسيره. هذه خطوه راح تعطيني للاندفاع لتقديم افضل الخدمات لشركتي، وان شاء الله دائما نكون متميزين في عملنا يا ربي. كوادر وطنيه ساهمت وما زالت تحرص على ان تكون عنصرا هاما داخل بناء نهضه البحرين الحديثه، وخطوة التكريم هذه بحق جميل فعلها سيزيد بلا شك من حجم المنافسة نحو إرضاء الوطن الأبهى. لباقة التكريم حكاية تترجمها لمسة وفاء وإجلال وإكبار على ما أقدمت ولا زالت تقدم عليه الأيادي المعطاءة التي لا تبخل في بذل ما باستطاعتها من أجل عملية تنموية تستحق من الجميع الكثير. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.